يا معين أوها يا زهر البساتين أوها عروستنا الحلوة أوها ما طبقت لعشرين ناولني صلوا على محمد مفعول العين عالي نار ما شاء الله على مياسين شلون طالع شلون طالع ام شريف ايه يعني احلى عروس عيني شافتها الله يخليكي وان شاء الله منشوف شريف بين ايديك يا رب الله يسمع منك بس كانه مياسين ما لها خاطر بهالجوازه لا ايوه شلون ما لها خاطر بس يعني مثل ما بتعرفي الليله دخلتها وخايفه شوي اذا هيك معاها حق صلوا على محمد طول العين خالينا ندم على عملته لا ايوه شو هالحكي من يسا ايوه صاروا عشر زواج وكلهم طلقوا لا تقولي يا دخيلك شو ما قولي ان شاء الله بنتك تنفذ منه فكرتيها رح تنفذ من لسانه ما في على لسانه غير روحي انت طالقه يا مرا بس بنتي ياسين ذهب ذهب يا من يسا يا ام جرى ذهب باخلاق بس هن معهم الذهب اللي عم يدقن بكل النسوان اللي عندهم اللي عم يطلقوهم ومثل ما بيقول المثل اللي معه شو بيمنعه لا تسمتي بوشي من يسر الله يخليك انت بتعرفي الأدهم بيك من جوازة لجوازة بس على بنتي ما ياسين رح يسمعك أنا متقلك اللي قبلك قالوا ها لا حول ولا قوة إلا بالله يا أدهم تكرم عيني يا أدهم تكرم عيني معلش يا محمد كل ساعة زمان بين إله ومن هنا شوفي شوفي شو شرشيح طبعا اليوم بدو يصروا أحسن مننا ايه شو عليه دبار عندي خايفة عليه من طريقة ومالحة وجبلي وجبلي يا ماما جبلي حلق الألمس شلوي البقلي والعارس خال علي خليك يضرب هالعرس وشرشح يا أم عصام الناس ما قامت
وبظهر بيك وآمر فوق الطربوش ووقف جواب تحت البابوش. شفتي سمكن؟ كان بلا ما يعمل لها العريس ويتكلف التكلفة ياخدها على السكاتي وخلصنا. قلتك بس مشان المجاهة. ترامي سيدي، شو في اخبار يا عزوز؟ ما في اخبار سيدي الا عرس ادهم ابن مظهر بيك وكل اهل الحاره من صغيرهم لكبيرهم بالعرس. يعني الامن مستتب؟ اي نعم سيدي الامن مستتب. ايوه صحيح سيدي. ليش حضرتك مانك بالعرس مع انه العريس بيكون ابن حماك؟ شو عم تقولوا لعزوز؟ شو عم تقول؟ انا قصدي ست حلقك ولا تدخل بشي ما بيعنيك. امرك سيدي. ينزع مساك مثل ما نزعت لي مسائي. نلعب من هالشيء. حاضر سيدي. عالصالحية ويا صالحة ويا جبنة طرية وعالحة جبلي وجبلي يا ماما جبلي حلق الألمس جلر البقل حكيتو شي لا والله طعتو شي لا والله حكيتو شي لا والله طعتو شي لا والله وانا لعنده رايحة. يعني ما صار إلا وما عملتها وجوزتها يا أدهم. ماشي شو عليه؟ جوز مثل ما بدك وأنا رح ساوي مثل ما بدي. أهلين يا مو. أهلين فيك يا مو. يلا يا مو على أوضتك. شبك ام جواد وكانه بنتك اول بنت بتتجوز. مالك علي مين يا ام ادهم؟ شاهيناز. شاهيناز خانم. امرك شاهيناز خانم. بس حبيت اقول لك انه انا اليوم حاسه انه قلبي خلص بالناقص حكي. مالي حابه اسمع ولا كلمه. على بيتكم. بس يا شاهيناز خانم يعني أنا لازم ضل مع بنتي اليوم لأنه عوايدنا بتقول لا عوايدكن ولا عوايدنا. بنتك وصارت مع جوزها وأنتي لعند جوزك. يلا أمرك يا خانم أمرك. وأنتي أم ميسر بدك تضلي عندي؟ أيوه رايحة على بيتي بس عم بستنى زهرية خانم وصلها على بيتي. يا مو انا بدي روح على بيتي. لا شو روحتك يا مو؟ خليكي عندي جوزك منوب بالكركون. لازم روح يا مو. تقبريني خليكي عندي الليله. اليوم بروح ومبكر بيجي لعندي. طيب مثل ما بدك. اما ميسر ايوه وصلي على بيتها. لك يلا تقبريني. خاطرك مبارك ما عملتي شهناز خانو. الله يبارك بعمري. خاطركم مع السلامه. صحي بدلك. الحمد لله رب العالمين. صحة ابن عمي. يلا خالتي
شيلوا العشاء وجلوا الصحون قبل ما تناموا. يلا يا ابي يلا، مثل ما قالت خالتكم الاوام بسرعه. حاضر ابي. امرك خالتي؟ يلا عجلي فادي عجلي. شو شايفتيني عم ساوي؟ فادية بالناقص كلمه. يلا حاضر يلا. شبي عم يجعك شيء؟ كأنه الولد رفس ابن عمي، في وجع خفيف. أكيد خفيف؟ إيه خفيف، بس ما كان لازم روح على العرس أنا، تعبت كتير هنيك. لا لا معلش، منيح اللي رحتي، لو ما رحتي كان زعل مظهر بيك كتير. إيه مثل ما بدك. يا رب دخيلك يا الله، الله يمر هالكم يوم على خير وتلدي بالسلامة بقى. إن شاء الله يا رب، الله يطعمنا الشريف يا أبو شريف. آمين يا الله، يا رب، يا كريم، اكرمني بشريف يا الله. يا رب. شو عطوني بيك؟ عيني! شو قلت لك أنا؟ لك أنا بتقولي لي لا يا بنت أي على الكعك؟ طب ليش حطيت بإيدك علي؟ ولك شكر يا الله أنه أنا ما ذبحتك. وليش تذبحني أه؟ لك أنا بتقولي لي لا، أنا مانعي علي. يا يا بنت الكلب يا بنت بيا اركعك لك انا بتقولي لي لا انا فوت. السلام عليكم سيدي. خير؟ شو في اسعاد جاي لعندي؟ سيدي انا جاي اسالك شو صار بالتحقيق؟ عرفتوا مين يلي قتل ابي؟ ما صار معنا شيء. وليش سيدي؟ شو ليش؟ لانه سكرنا التحقيق. وشلون بتسكروا التحقيق سيدي؟ العفو منك يعني ليش؟ ولك يا اسعد اجاني خبر من السرايا انه بده يطلع عفو عن المجرمين والمطلوبين، بقى ليش لعذب حالي ودور على مجرم طالما ما راح اقدر اعاقبه؟ يعني يا سيدي انا ما راح اعرف غريمي؟ يا اسعد نحن دورنا بالحاره شبر شبر وارني ارني ما خلينا ارني، ما كنا نلاقي اثر لصاحب الخنجر، يبدو انه من برات البلد كلياتها. بس يا سيدي انا بلا بس وبلا لعي بلا طعمه، ورجيني عرض اكتافك. امرك سيدي امرك. الله لا يسامحك. سدي حالك وليك سدي حالك. الظاهر امك ما علمتك شو لازم تعملي باول يوم عرس؟ لا ليش ما عملتي يا خان؟ ليه؟ لو جاوبيني ما تحكي. بعد عني بعد عني كمان. ماشي رح بعد عنك ورح مرق لك هاي الليلة، بس يا ويلك تعيدي يا بكرة، يا ويلك يا مياسين. شو القصة؟ ابنك ماله تمام مع عروسته. ما فهمت. عم يضربها لأنه عم تعذبه. ويضربها، نحن ما لنا علاقة، إن شاء الله يموتها، شو دخلناه؟ مو كأنه هالجوازة غلط ابن عمي؟ لك كلها جوازة كم يوم وبيمرقوا وخلصيني. يعني. بس لبدل. رسول أم العروس بات ببيت العريس هالليلة. مزبوط ولا أنا غلطان؟ عداك الغلط ابن عمي. هاي شهناز خان ما قبلت حدا يبات عندها ولا حتى تضايق مني السر. ليش هيك ساوي؟ ما بعرف يا ابو جواد، بس بدك الصراحة. ايه انا خايفة على ما ياسين من الجوازة. ليش بها؟ كلام الناس ما بيطمني. ليش شو عم يحكوا؟ عم يقولوا انه هالجوازة ما رح تطمني. والله من الأول ماني موافق على هالجواز. أنا من الأساس لا بحب أدها ولا بحب أبوها. اسأل شو عازك على المر غير الأمر؟ الله يكون بعونك يا بنتي. ومن نام أبو عجوة والله استويت.
بدنا نقوم، هون شربنا كاسة شاي تاني عود. لك بدنا نقوم نلحق الشغل بكره ببيت المعلم. بدها معلم، ليش حيفيقوا هن؟ نسيان شو صار اليوم؟ ايه أحلى عرس أدهم بيك. والله نيالو نيالو يا أخي، وستين نيالو لي. عبالك هو وعبالك أنت كمان. تعرف مستغرب بشغلي يا أخي، ما عم تفوت على علاتي. شو هي؟ واحد مثل مظهر بيك كل هالجخ والمال والحسب والنسب، يصاهر واحد مثل أبو جواد هذا المعفن الكركون. إيه ما عم تصبر. ايه والله والله هذا ابو جواد قصته قصه. لك شلو خلاه يتزوج بنته ما عم بفهم، غير ربك ما بيعرف. ايه كل اللي تجوزون ادهم بيك قبل بنته لهذا بياع البطيخ، ايه كلهم طلقون وما حدا سلم منه. بنته لهذا المعتب بدها تسلم منه؟ مو ظابطه منه. والله الشغله فيها إنا. اكيد فيها إنا، طبعا فيها إنا، بس اخي نحن ما دخلنا. شو بده مظهر بيك؟ نحن مثل ما نحن. قديش كانوا لابقيله تهابوا لهذا أدهم بيه؟ إيه والله لك عباد ما لبسك أنا تياب العرس. والله جعبالي الجواز. إيه هطقك إذا بتتزوج. آه. حلف سيجارة والنام يستر عرضك. يلا قوية بس ها؟ صار. شو قصدك مراد أفندي من هالكلام يلي قاله؟ معقول إذا طلع عفو يروح دم أبي هيك بالرخيص؟ يا باطل. إيه والله والله لروح وغز الخنجر بصدره. ليش عم تبكي؟ ما في شيء وجواد، بس شايفة منام خير الصلاة على النبي. اللهم صل عليه. شو شفتي؟ شفت ما ياسين واقفة على سطح وفي وحدة وراها بدها تدفشها. اي نفشتها؟ اي نفشتها وقعت على الزريعة كلها صبرها. خايفة يا ابن عمي، خايفة على مياسي. يا حسن فينا حد علي لا هو يا حرار تعالوا سلام يا يا حسن فينا حد علي يا يا زلمة يا شو بقول لي مراد؟ شغل اليوم الكعكة اللون الأصفر. صباح الخير. صباح النور، ربي يسعد لي هالصباح. شو أدهم لساته نايم ولا عامل لي فيه عريس؟ نايم؟ ضليت اسمع خناقته مع مرته لقبل اذان الصبح. خير؟ ابصر ابصر شو عملت له بنت بياع الكعك. شو صار بالقهوه؟ يا فهميه شو صار بالقهوه؟ في ولا ايه؟ في لسه نايمة لهلا؟ قومي فزي على حيلك. صباح الخير. من وين بده يجي الخير وانتي نايمة لهالوقت؟ تقطع عمرك على هالصباح.
زهرية يا زهرية. صباح الخير ابن عمي. فوتي فوتي بسرعة البسي ملايتك لوصلك لبيت أهلي. ليش خير؟ شوفي صباح الخير. صباح النور. صباح الخير تقبرني. كيفك يا عريس؟ أهلين أبي. فهمية ولا فهمية؟ حاضر سيدي حاضر. شو ما بتسمعي من أول مرة وليه؟ تفضلوا هاي الأهم. لك شو قصتك أنت؟ ليه صايرة ما عم تسمعي؟ لازم الواحد يندهلك مرتين. أول ما سمعتك جيت يا سيدي. لا لا. طيب بدكم شي تاني؟ توكلي. شو حكايتها؟ والله يا مظهر ما عم تجيني خدامة تفش اللي خلقي. ايوه. شو وين العروس؟ لساتها نايمة؟ يسلم أمي. لا فايا فايا فوقي. إيه ليه ما تندهلها تجي تشرب القهوة معنا؟ رح اندهلها بس مو مشان تشرب القهوة. بدي اندهلها مشان تشطف أرض الديار وتعزل البيت. ايوه. ايوه. لساتها عروس. امبارح اجت على البيت. أبي أنت بتعرفني منيح. أنا ما بحب دلل النسوان. ايوه. العملة اللي عملها أخوكي مو عاجبتني منوب منوب. يو ليش شو عمل وما عجبك؟ جوازات أخوكي من بنته لبياع الكعك. يبعت لي حما أنا. فوتي بس بلايتك يلا. لا مشان الله مشان الله ابن عمي. خلي أبوكي وأخوكي ينبسطوا بنسبه لبياع الكعك. ايه بس أنا شو دخلني بجوازة أخي؟ لك روحي روحي بس بلايتك خلصيني يلا. بعت لي حما إن شاء الله. ما تشربي قهوتك ما ياسين؟ عم اشرب مكان. لح ابعت لك ابو عجوق او ابو طاحو مشان شوف شو بدكم اغراض ليجيب لكم اياها. في شيء اكله جاي على بالك اطبخ لك اياها ابن عمي؟ شوفي عروستنا شو بدها تاكل. اللي بدكم يا عمي كلهم عم اكل. ما ياسين نشفان قلبها من اكل المجدره والبطاطا المسلوقه لهيك خلينا نساوي صفيحه. لح وصلكم على كاميرا الصفيحه وبعت لكم اياها. يلا السلام عليكم. الله معك. وعليك السلام أبي أهلين. شغلي اليوم الكعكات الهونات مثل الدهب. تعالوا بالخزاب تعال تازا. شغلي اليوم الله يرزق الجميع. سهلين أهلين أبي أهلين. أهلين معلم. أهلين وسهلين. قول عند أبو ياسين وصلنا يا على رفضي نصفيه وإنه تكون دينا شوي. إيه تكرم عينك. إيه بدك يا هون؟ إيه بتبنى يا هون على الغداء. صار صار وجه فورا. لح قبل ما ينفي. يلا خير أبو جواد. شايب مظهر بيك مرة من قدامك ما سلم عليك. خير إن شاء الله. يمكن ما شافني. شلون ما شافها؟ امرأة مشقيتك وعمل حاله ما شافها وطلع فيك كمان ومشي. باله مشغول بيكون. الله يكون بعونه. ايه؟ الله لا يشغلنا بال. يلا يا كريم. يلا يا بندورة. صباح الخير. صباح النور. اهلين جواد. خير ان شاء الله. مبكر اليوم. والله ما اجاني نوم يا ابو سعود. شنو امبارح تاخرنا بالعرس كثير. بس تعرف شغله لك وحشه والله بعرضي مشتاق لك. مشتاق لك العافيه. ان شاء الله الف مبروك وعقبالك يا ابو الجوج. الله يبارك تف من تمك يا رجل عقبال واحد مثلك. شو شايف خنجر جديد؟ لا لا هذا الخنجر كثير قديم بس يعني اخي جواد بعدين بحكي لك حكايته. هلا خلينا نروح على الامين نفوت الفحمات وبعدين بنحكي. ايه قول الله قول الله. شرف شرف. ابن عمي ما بدك تفوت تسلم على اهلي؟
لسه بتقول لي فوت سلم على اهلي، ولك اهلك مو عاملين قيمه لا لي ولا لشغلي، بتقولي لي فوت سلم عليهم. ليها تقبرني بس يعني انا كان. اهلا زهريه خانم، تفضلي. فوتي فوتي لجوا. اهلين يا عمو. كيفك اخي؟ اهلين اختي. شو بك يا عمو؟ ليش عم تبكي؟ شو صاير لك اختي؟ علاني جوزي. يا أم حميدة؟ نعم يا أم. كملي شغل البيت ونطفيه منيح وقطعي لي الخضرة لبين ما روح وارجعي. إيه؟ ليش أنت لوين رايحة يا أم؟ رايحة أطمن على أختك ما ياسين. خذيني معك، أنا كمان بدي روح شوفها. لا يا أم ما بيصير أخذك معي. ليش يا أم ما بيصير؟ ليش؟ أول شيء لأنه اليوم صبحية أختك ما ياسين وما بيصير حدا يروح لعندها غير أنا والدايق أمي ميسر. إيه وتاني شيء؟ تاني شي ما أخذت إذن أبوكي بروحتك معي. كمان نروح لعند أختي بدها إذن؟ يوه ياما، نحنا من إمتى منخطي خطوة برات البيت بدون ما ناخد إذن أبوكي؟ معك حق ياما، معك حق، بس هلأ بلا بسمسي، بس أرجع من عند أختك بدي لاقي كل شي جاهز، الخضرة مقطعة وجاهزة للطبخ. إيه؟ حاضر ياما، رح ترجعي وتلاقي كل شي مثل ما بدك. الله يرضى عليك يا بنتي، يلا بخاطرك ياما. مع السلامة ياما. نيالك يا مياسين، تجوزتي وارتحتي من هالعذاب يلي أنا عايشته. جواد. أهلين معلم. برني معلم. وين أسعد؟ أسعد جوا بالجواني، اندهلك ليله؟ لا لا لا، خليه بشغله. روح لعند الخضري واللحام. ودي الغراض على البيت فورا، يلا. على راسي من فوق يا معلم. غيره بدك شيء معلم؟ لازمك شيء؟ لا تطول. أمرك معلم مثل البرد. سلام عليكم. مع السلامة. أهلين أم جواد. أهلين شهناز خانم، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. من الله بخير. وكيفك زهرية خانم؟ إن شاء الله منيحة. وكيفه جوزك؟ وإنتي شو دخلك بجوزي؟ ليش عم تتدخلي فيني وبجوزي وبعائلتي؟ ما في شي، بس مشان أطمن عليك. إيه لا تتدخلي لا فيني ولا بعائلتي. ما بكفي من لما أخي خطب بنتك والمشاكل ما أنا عم بتفارقني. أنا؟ شو أنا شو دخلني؟ إذا هاد أول يوم إلي بهالبيت. شو يا أدهم؟ بدك تنتقم؟ ولك أنا ما حدا بيقول لي لا، ولك أنا أدهم ليك وما حدا بيقول لي لا، فهمتي وليك؟ بس وحياة شواربك المرة الثانية لإيش خطأك؟ بتبوس صباطه انت وابنك، والا ابنك يضل بتختك. وين جميله؟ انا هربانه من بيت اهلي. ولك انا ما تجوزتك محبه فيكي وليك؟ انا اخذت بدل حسبك مصاري، يعني اشتريتك شركه. ما عاش اللي بده يضايقه لادهم، بدعس على راسه. منو انت لحتى تربي العالم؟ اه مين؟ يلي مثلكم على طول بدهم شرايين، لانه قد ما كبروا بضلوا تحت السرامه. صار لازم تنخي راسك انت واهلك. بدي اترجاها لشهيناز خانم مشان طالع ابوكي واخوكي من الحبس.
بنات يتامى ما لهم أم، بدي إياكي أنت تكوني أمهم. أنا هيك بعاملهم. ليش مين قالك ما عم تتمسى بقتلة وتتصبح بقتلة هي وأخواتها لك أخي؟ وأنا ما بينشفى غليلي إلا إذا قصيت لك شعراتك. وحياتك يلي ما في أرخص منها عندي، رح يصير مثل ما بدي وأزود، وأنا رح أقوى أكثر عالظلم والظالمين. أنا أدهم بيك وما بتهدد. بدها ترفع لي رجلي وتنظف تحتهم وتدلك كمان. وهن اللي عاملين حالهم أكابر وعم يتكبروا علينا. نسيان إنك بيك ابن بيك؟ أنا لا لي بيك ولا شيء. حاجة ظلم حاجة.